النهاردة احنا هنتكلم على العلاج التعويضي للفشل الكلوي. يعني ايه علاج تعويضي؟ يعني احنا متفقين ان الفشل الكلوي فيه فشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن، ومراحل الفشل الكلوي المزمن قلنا ان فيه كفاءة الكلى بتبتدي تنزل، وكفاءة الكلى قلنا ان هي الكلى بتقدر تنظف كام سنتي في الدقيقة من الشوائب اللي هي فيها. بنفترض ان الكلى بتنظف من 80 ل 120. لما تبتدي كفاءة الكلى تقل لأي سبب من الأسباب، سكر، ضغط، أدوية بياخدها غلط، بتاع حاجات كده، بتبتدي الكفاءة تقل بشوية بشوية لغاية لما توصل إن الكلى مش قادرة تنظف غير 20 سنتي في الدقيقة. في الحالة دي هيبقى العلاج تعويضي. علاج تعويضي هيبقى يا إما غسيل يا إما زرع. أنا هتكلم النهاردة على زرع الكلى. يعني إيه زرع الكلى؟ هو الصح إن هو يبقى اسمه نقل كلى، لان انا باخد كلوه من حد اديها لحد تاني. احنا عندنا هنا في مصر بناخد الكلى من متبرعين احياء، يعني واحد يدي لاخوه، اخت تدي لاخوها، ام تدي لابنها، او واحد بقى ما عندوش حد من قرايبه، فممكن بنشوف اي حد من الناس المتبرعين يبتدي يتبرع، نعمل له تحليل انسجه يبقى مناسب وياخد منه الكلى. طيب مين العيان اللي يزرع؟ كل العيانين طبعا ممكن يزرع، مفيش حد ما ينفعش يزرع، الا اذا كان واحد مثلا حاله قلبه تعبانه قوي مش هيقدر يستحمل العمليه، واحد يعني السن ما بقاش ليميت دلوقتي، يعني السن دلوقتي يعني مثلا في ناس بتزرع دلوقتي عندها مثلا 70 وبره هم بيعملوا 75 وحاجات كده، بس هم بره عشان بياخدوا الكلى من الناس حديثي الوفاه فما بتفرقش معاهم، انما احنا هنا عشان بنشتغل الكلى من ناس احياء فلازم المستقبل نفسه او العيان نفسه يكون انا هاخد كلى من حد صغير مش كبير، فهحطها في واحد كبير برضو، يعني لازم اراعي الحته دي ان انا انتقي الكلوه المناسبه في العيان المناسب. يعني حالته العامة لازم تبقى كويسة جدا، ما عندوش مشاكل في القلب، ما يكونش عنده أورام مثلا لسه خافف منها قريب، على الأقل لازم يفطر يفضل فري بعد من العلاج من الورم اللي كان عنده ده على الأقل 4-5 سنين، وتكون حالة قلبه كويسة وخلاص ما فيش مشكلة بقى العيان يزرع. بنعمل إحنا تقييم للعيان قبل الزرع لكل الحاجات دي، فحص شامل ليه، ما يكونش عنده مثلا فيروسات، تليف في الكبد، حاله الكبد واقعه خالص، في الحاله دي يعني مش هقدر اكمل، هيبقى حرام حطيت له الكلى وهو عنده فشل كبدي. يعني لازم الحاله بتقيم العيان اللي بيزرع، بنعمل له بقى فحص شامل الاول، كشف اكلينيكي وتحاليل كامله وتحاليل فيروسات، وبعدين بيعمل الاشعاعات وبيعمل كل حاجه، ده بالنسبه للعيان اللي هياخد. العيان اللي هيدي ما بيحصلوش حاجة، هو بيدي لازم بنشترط ان هو ما يكونش اقل من 21 سنة، الايدج فوق مثلا لغاية 40-45 ما فيش مشكلة. العيان اللي هيدي ده لازم تكون صحته كويسة، يعني ما عندوش اي حاجة خالص. فاول حاجة بعملها للعيان ده ابسط حاجة، حاجة بسيطة جدا، ان انا اعمل له تحليل بول. تحليل البول ده هيبين ايه؟ هيبين حاجات كتير جدا. العيان ده لو عنده زلال في البول ما ينفعش يتبرع، لو عنده سكر في البول ما ينفعش يتبرع، وبعدين اعمل له تحليل فيروس سي عشان ده دلوقتي بقى فيري كومن، فلو العيان ده عنده فيروس سي او عنده زلال في البول ما ينفعش يتبرع. قبل دوله لازم اكون كشف عليه طبعا، ما يكونش عنده ضغط، لان العيان لو عنده ضغط، المتبرع لو عنده ضغط لا ده ما ينفعش، ده هو لازم ياخد باله بقى من كلاويه عشان ما يوصلش لمرحله الغسيل هو راح. فدي الشروط الواجب توفرها في المتبرع والشروط الواجب توفرها في العيان. وبعدين بتتعمل العملية، بناخد كلية واحدة من العيان، بيتعمل له بقى طبعا فحص شامل على الكلى دي بقى، مسح ذري وموجات صوتية وأشعة بالصبغة وأشعة شرايين وإلى آخره، وبعدين بناخد منه كلية واحدة وهو بيعيش بقية عمره كله بالكلية التانية، مفيش أي مشكلة. هتبتدي الكلية التانية دي اللي موجودة ربنا بيبارك فيها والكفاءة بتاعتها بتعلى بعد شوية، طبعا مش هتبقى زي الأول بس تحاليله كويسة وبيتابع وكل حاجة. الكلى اللي بناخدها من المتبرع ما بتتحطش مطرح الكلى القديمة ورا، لا بتتحط في الحوض، ونوصل الشرايين بتاعت الكلى بالشرايين بتاعت الحوض، الشرايين والأوردة بتاعت الحوض،
لان بتبقى الدنيا سهله تحت اقرب للمثانه. وبعدين ان شاء الله بتشتغل على طول طبعا. بيقعد العيان في المستشفى مثلا حوالي اسبوع او 10 ايام بالكتير. بياخد بقى ادويه عشان تقلل المناعه بتاعته. المتبرع ما فيش اي مشكله يعني، بعد العمليه خلاص بيبقى انسان طبيعي جدا، بيخرج من المستشفى بعد 3 ايام وبيتابع بقى بعد كده. لازم يعمل باستمرار تحليل بول ويقيس ضغطه باستمرار. العيان بقى اللي بياخد الكلى ده بقى هو المهم بقى، ده بيبقى المتابعه بتاعته دقيقه جدا، عشان بندي ادويه للمناعه فبتخلي عنده مفيش مناعه لاي حاجه، فممكن يلقط اي ميكروب بسهوله. فلازم انا قبل ما يخرج اكون معلماه الادويه بتاعته بتاعت المناعه هي ايه وجرعاتها ايه، واتابعه بقى الاول مرتين في الاسبوع لمده شهر، وبعدين مره كل اسبوع لمده شهر، وهكذا يعني. وبيمشوا كويس قوي، ونتائج الزرع حلوة جدا. احنا عندنا ناس عدت ال 35 سنة عايشين لغاية دلوقتي زرعين زي الفل، ما فيهمش حاجة. كان يعني الحمد لله كان في عندنا برضو ناس صغيرة وكبرت يعني عيانين بقى، الواحد لو هيقعد يفتكر هيبقوا كتير قوي. كان في طفل صغير زارع عنده 8 سنين ما شاء الله، كبر ودخل كليه الطب وتخرج وبقى دكتور واتجوز وخلف. فيعني الزرع هو الجانب المضيء في الفشل الكلوي يعني. الناس تطمن، اللي بيزرع ده بعد كده سواء كان راجل او ست ممكن يتجوز ويخلف، ما فيش مشكله. المتبرع اللي بيدي الكلى ما فيش اي تاثير على اي حاجه فيه. هو اهم حاجه ان بعد الزرع الاثنين يتبعوا، المتبرع والعيان.